السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثامن أهلا وسهلا فيكم. ويلا نكمل درسنا عن مادة الانقلاب. هلا هون شو عم نحكي؟ مصطفى ترك تورين توري سنين و إسلام جيلان جيلانليكليريني إيجماني olduğu bir ailede yetişmiştir. Ailesi Türk tarihi ve özdeşlemiş bütün Türk ailelerinin ortağı kadar yer yaşayan devletin gelenliklerine bağlar bir ailedir. Yani hon şu an menhki, al hon am nqul inno الحياه اللي كان عايش فيها اتاتورك او نشا فيها من عادات وتقاليد اسلاميه تمام، وكانت مكرسه لتقاليد الدوله وتقوم عليها اي عائله تركيه عايشين فيها تمام. فهو يعني حياته حياه مثل اي اترك. بو جغرافيا دا دش جينالي ازلر دا كا امات لار دوال دورو لستن دا كارشي دلن دا olanların duygurunları ve inançların milletçilik aklının araç olarak kullandığı takın tanık olmuştur. Yani hon şu an bir umal bil hayatı coğrafiye li kam aleyha şu kam istihdemet تهي المشاعر ومعتقدات للوسيلة القومية، وأدت القوى الأجنبية شهدت هذه الجغرافيا أن القوى الأجنبية أدت إلى الإقليات وتماشت مع مشاعر ومعتقدات كوسيلة إقليمية. الفقرة الثانية بننتقل عليها بنقول أتاتوركونون إيتيم حياته، كيف كانت حياة أتاتورك التعليمية؟ مصطفى من إلك إيتيم تماما آيلسي إتكيني أولمشتر أناجاك أنسي كارشي تشك مصنع رامان أسكر إيتيم تشيسمي سيشمي سي كتشك يشتا كارالودو جستر مكتدر. يعني كانت هي الحياة يلي استخدموها أو عائلة مصطفى، كانت عائلة مصطفى فعالة تمام في التعليم الابتدائي، ولكن هو شو اختار؟ اختار التدريب العسكري رغم معارضة والديه. اختار يعني هن قالوا له انه لا ما بصير تختار، ولكن لذلك هو اختار انه يكون بالتدريب العسكري رغم صغر سنه، ولكن اصر على هذا الشيء وذهب الى شو؟ ذهب الى المدرسة. هلا هون شو عم بيقول؟ Anne mahalle mektebine gider, tarihin okula başlamını istiyor. Baba işe ya yeni açlı Şemsiye Efendi okulu devam etmem ve yeni oslu üzerine okumamızı ısrar ediyordu. Yani huve kanu valideyo bidun hutubi medresetil kuttab an Şemsi Efendi ve lakin huve rıgın muaradet valideyhi li tasmimahu fi essin el mubekir. Şu an mi ulhan baba anne kulunun karamamak için beni önce ilan türüyle açlanı mahallet maket maktebine götürülü birkaç gün sonra da bu okuldan Aralak Şemsi Efendi okulunun kaimet yabatırdı. Burada okumaya başladı. Önce babam annesi günlüğünü ve yapış oldu. Bihaz isin mübekire dehebe valideyi ile ezheb ile medrese mücavire ve lakin asarra valide alel iltihak bi medreset Şemsi Efendi elezi iftetahat tariqan el medares. Yani saret medares Şemsi Efendi min el medares tahdisiye mitil medares Avrupa ve zeheb ile zalik ve asar inu yruh lahun. تالا الفقرة اللي بعد عن جي أنسين استيان إلى صبيان. صبيان يعني الصبيان، يعني اللي فيها فقط الذكور. مهلا مكتبين مدرسة فيرين مشتر بابس أيل رزل أفندي بير سوري سونرا مصطفى يا يأكلدان علي باطي طرازدك شمسي أفندي أكلو. أبو بده يحطه بمدرسة شمسي أفندي لأنه هي بتتبع الأفكار الأوروبية يلي بيتعلم فيها، وأمه بدها تحطه بمدرسة الكتاب يلي هي بتعلم المدارس تبع العثمانية اللي هن بيتعلموها بشكل عادي. مصطفى كمال سيلانيك مع ملكيه رشتي الصيف سيبلي أورتاكول جريك أوريتمان دوام إتمشتر. وصل كمال أتاتورك مدرسته البي سالونيك الثانوية مدرسة ثانوية مدنية.
Bodrum'a hemen batı tarafında hemen de gelin sel darısında eğitim veren okullarının vardığı Osmanlı Devleti'nin eğitim barolun olmadığının göstergesidir. Yani mevcut هناك مدارس تقدم التعليم الغربي والتقليدي ولكن هذه الفترة شو أدى إلى عدم وجود وحدة تعليمية بالإمبراطورية العثمانية يعني كان قليل قليل من يتعلم بالشمسي أفندي أكونون اللي هي الدولة المنفتحة أو اللي كان عندها هي تعليم بأحدث الطرق المتحدثة وكانت أغلب الدول العثمانية تتعلم عند الكتاب يعني جامع بروحوا لعند شيخ وبيتعلموا اللغة العربية مع القرآن الكريم. Atatürk'ün iyi 70 sene en önemli sebebi donanmalı asker okullardan mesleği yüneklik kasıtsız eğitim almasıdır. Yani انه هي قامت هذه الوحدات التعليميه بالامبراطوريه العثمانيه وكان هو السبب الاكثر لاهميه تعليم التركي الذي يتلقى تعليما متواصلا في المدارس العسكريه تجهيزا لذلك الفتره بعد ما درس في التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وهو كان مصر على المواصلة العسكرية وهلأ منشوف شو صار معه بالفترات ما بعد الحياة يعني المدرسة الثانوية. هلأ ملكية روستينية Mülkiye rüştesine devam ederken annesinden gezli gireyi sınıfı kazanıp Selanik askeri rüştesine asker orta okul. Yani huve bir orta okul intesab lil medrese askeriye ve alo enu ana bdi intesab la medrese askeriye tamam. اجتاز الامتحان سرا من والدتي اثناء حضور المدرسه العسكرية للترك يعني أمه ما كان عندها علم. مصطفى رشتيه دي تشو توبوك سيفيرمش في كمال أضي في أكول دا ماتماتيك أريتمينين ألمشته هو سموه بسرعة تهد اسم الكمال من المدرس الرياضي وأصبح اسمه مصطفى كمال كان اسمه مصطفى ولكن من ذكائه بالرياضيات و استاذه اسمه كمال فسماه باسم كمال. Böylece adı Mustafa Kemal olmuştur sar اسمه مصطفى كمال. 1896 yılında manastır askeri edadısını lise بعدين دخل مصطفى كمال اتاتورك دخل بعام 1896 التحق بمدرسة اسمها مانستر مدرسة الثانوية العسكرية. Tamam. Giren Mustafa Kemal. Burada Omar Naci tanımıştır. Tarif ala vahid ismi Omar Naci. Yakın arkadaşlarından bir olacak olan Ali Fatih de Okayar de okulda tanımıştır. Kemal tarif ala eledi asbaha min ahad asikâ'ı mukarrabi bi heyl medrese ve tavva'u bi el va'id tarihi li kanu şarkı muallimti tarih. هلا في عنا طاري ريتمان كولاج كولا لا ايفيت كولاس مهمت توفيق بي كان معلمه للتاريخ اسمه مهمت توفيق بي هون عم بيقولوا بعدين بعام 1899 اسطنبول هارب وكلنا راح على مدرسة حرب اسطنبول شو مدرسة حربية باسطنبول شو راح التحق بأكاديمية اسطنبول العسكرية عام 1800 حرب أكاديمي سينة يعني اسمها أكاديمي سينة اللي هي حرب عام 1899 التحق لهذه الأكاديمية كانت هي تتضمن مفاهيم الوطن والأمة وحالة الدولة وأوروبا وتوسيع المناطق الحرية للمدارس هلا لهم بيكون خلص درسي الثالث معكم شوفكم إن شاء الله بدرس قادم.